ارتفاع أسعار الأمبير المولدات الأهلية إلى 3 أضعاف بسبب ارتفاع أسعار زيت الغاز في السوق السوداء وعدم تجهيز المولدات الأهلية في الموصل بزيت الغاز وزيادة عدد ساعات القطع للتيار الكهربائي الحكومي. من الساعة 6 للساعة 12 وحياخذ استراحة الأمبير ب 17 و18 يعني جريمة يعني. زين المحافظ وينه عجل؟ يقول انا المحافظ قلبي على المحافظة ويقول مسؤولين وينهم عجل وينهم؟ إذا ما يرعون الناس هذه الفقيرة هلكت الناس هلكت. هسه هالشهر مقررين ماكو، إذا جانا بال 20 أو فوق 17 18 راح نغير المولدات أخي. عملية فساد متناغمة حلت على الموصليين، إذ أفادت مصادر رسمية لون نيوز بأن جهات متنفذة تقوم بمنع تزويد المولدات الأهلية بزيت الغاز لكي يضطر أصحاب المولدات الأهلية بسحب زيت الغاز من السوق السوداء رغم ارتفاع ثمنه. لحد الآن الحصة بالوقود ما انطلقت، وبالسوق المحلي البرميل 147 إلى 150، مو راح يدفع ضريبته، الموتر راح يدفع ضريبته، وساحات التشغيل وصلت 302 ساعة. لجنة المولدات الأهلية في ديوان محافظة نينوى نأت بنفسها عن تدخلها بوضع تسعيرة الأمبيرات، إلا أنها أكدت عملها إلى تقليص ساعات تشغيل المولدات بما يساعد المواطن احتسابا لسعر الأمبير الواحد مع تفاقم أزمة الطاقة الكهربائية في ظل الظروف المعيشية الصعبة. عدد ساعات التجهيز للمولدات تجاوزت بالنسبة للمستمر 135 ساعة ومناطق كار 120 ساعة مدة 8 أيام فقط. زين انت الى نهايه الشهر من راح تجي لا يقل السعر عن 22000 دينار مع ارتفاع سعر الغاز. مشكله تتفاقم كل عام مع ذروه الاحتياج للطاقه الكهربائيه لا سيما في موسم البرد، لكن الحلول الحكوميه تخفق مره اخرى في احتواء الازمات التي بدات تزيد من تذمر المواطنين. فرح الزيباري، ون نيوز، الموصل.